تتراكم الأحداث لنكشف عنها بتفصيلاتها على مدى ساعتين من الآن في تفاصيل الرابعة. فإلى العناوين. عشية قرار المحكمة الاتحادية، الإطار يرمي مطرقة رئيس البرلمان في الساحة السنية، ولا بديل بلا مقبولية سياسية. هناك إضافات على السجلات التموينية في كركوك ما يقارب أكثر من 200,000 إنسان. التوافق يغيب عن كركوك، أزمة سجل الناخبين تعود الواجهة، ومكونات المحافظة تحتكم للسوداني. حملنا على الأسواق لضبط والسيطرة على أسعار اللحوم والمواد الغذائية. إغلاق واعتقالات، حملات مفاجئة تطارد المتلاعبين بالأسعار، والحكومة تطمئن بشأن رواتب الموظفين. النزاهة النيابية تتحرك ضد مسؤولين كبار في الدولة، وتحذيرات من تدخل متنفذين بملف مكافحة الفساد. السلام عليكم. تستعد المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الثلاثاء للبت بالدعاوى التي رفعت حول الجلسة الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب من ناحية قانونية وآلية التعامل مع نتائجها. وكانت المحكمة قد أجلت في 29 من كانون الثاني الماضي البت بالدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان التي شابها الكثير من الأحداث الدراماتيكية والاتهامات المتبادلة بين بعض الأحزاب. أكد الإطار التنسيقي انتظار القوى السياسية قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم غد للمضي في اختيار رئيس مجلس النواب. نواب عن الإطار أشاروا إلى أن قرار الاتحادية المنتظر سيكون باتا وملزما للجميع، ليكون بداية لحل ملف بديل الحلبوسي والانتقال إلى مرحلة اختيار مرشح وفق السياقات المعتمدة، مبينا أن التنسيقي لديه الثقة التامة بالقضاء العراقي في الحفاظ على المؤسسات التشريعية وحسم الدعاوى وفق المبادئ القانونية. تنتظر القوى السياسية لمكونات كركوك جواب رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بعد أن قدم كل طرف ورقته بشأن توزيع مناصب الحكومة المحلية للمحافظة. وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إن الأحزاب الفائزة من الكرد والعرب والتركمان قدموا للسوداني أوراق مقترحاتهم لحل أزمة تشكيل الحكومة المحلية، وهم بانتظار جوابه للمضي في فك الانسداد الحالي، مبينا إنه في حال رفض رئيس الوزراء المقترح سيتم التوجه صوب المحكمة الاتحادية. تعاني كركوك منذ بدء التحضير للانتخابات المحلية الماضية من مشكلة تدقيق سجل الناخبين التي تسببت بصراع بين المكونات السياسية والتي لا تزال قائمة حتى الآن. قرار المحكمة الاتحادية في هذا الصدد والمناخ السياسي نتابعه مع مهند التميمي. بعد سنوات من الاعتراض يأتي قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإنجاز تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك، قرار سينهي ما شابه من شبهات واعتراضات من قبل المكونين العربي والتركماني بعد إضافة أسماء بصفة غير قانونية من قبل الكرد. أكو هناك دعاوي وشكاوي وهناك تقارير من وزارة التجارة والصحة وغيرها أن هناك إضافات على سجل الناخبين بما يتقارب أكثر من 200,000.
فالزام المفروضي من قبل المحكمة الاتحادية أنا أعتقد واحدة ما يكفي، نحتاج إلى قرار شفاف بهذا الخصوص، لأنه في بيانات وزارة التجارة واضحة بأنه يقولون هناك إضافات على سجلات التموينية في كركوك ما يقارب أكثر من 200,000 إنسان. ولم تكن الانتخابات المحلية التي جرت في كركوك إلا استعراضاً لحجم المكونات من خلال المشاركة الواسعة، ولا سيما أن نتائجها لن تعتمد بسبب الاعتراض على سجل الناخبين وعدم تدقيقه بشكل واضح باعتباره ضماناً لحقوق أبناء المدينة وطريقاً للإدارة الجديدة، يقول متابعون. طبعاً تدقيق سجلات الناخبين يضمن حقوق الناخبين في محافظة كركوك، هذه المدينة المختلفة قومياً عانت ولا زالت تعاني من هذه الإشكالية في تدقيق سجلات الناخبين، بالتالي اعتماد الأحزاب على تدقيق سجلات الناخبين لبيان حجم الكتل السياسية وحجم القوميات في كركوك، والذي يحدد من سيكون في كركوك في إدارتها الجديدة. وبحسب مراقبين فإن نتائج الانتخابات لم تكن مرضية لعدم شفافية تدقيق سجل الناخبين، لا سيما وإن جزءا من الحلول المطروحة هي تدوير المناصب لإنهاء أزمة طال أمدها. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. متابعة لهذه التفصيلات ينضم إلي الدكتور علي المعماري المحلل السياسي من كركوك. بداية نرحب بحضرتك وشكرا لقبولك الدعوة. أهلا وسهلا، مساء الخير لك مشاهدي قناة الرابعة الكرام. حياك الله. بداية دكتور المعماري، يعني نتحدث عن حراك السيد السوداني وهذه المبادرة، إن كنا نسميها مبادرة الحل لهذه الأزمة، ربما بماذا ترهنون نجاحها؟ سيد الاتفاق، أنا أعتبر يعني مبادرة السيد السوداني خطوة للأمام لحل التعقيدات التي ولدتها توازن في عدد المقاعد التي ستشكل مجلس محافظة كركوك. ولكن هنا قدموا المقترحات وقدر تقديمهم بهذا الجانب كل الأعضاء الفائزين من القوميات الثلاثة مقترحاتهم إلى السيد السوداني وسينتظرون الجواب. ولكن المقترحات، ما هي المقترحات؟ المقترحات أولا يريدون المناصب، كل من حسب الثقل السياسي له في كركوك أن يحصل على المناصب، هذه نقطة. النقطة بعد، أنا أعتقد اندارت حاليا تدمير منصب المحافظ ما بين القوميات الثلاثة، ولم قد يكون ليست بالمدة التي يتولوها متساوية، وأعتقد تكون حسب الثقل أيضا في المحافظة. وأنا أعتقد هذه نقطة غير مجدية، يعني تقوم بكل قومياتها بمنصب محافظ بهيئي نزيه له الخبرة الكافية في إدارة هذه المحافظة بقومياتها المختلفة، مثل ما يقول، حتى يخرج بعدين هذا المحافظ بنتائج إيجابية، يكون قد استطاع أن يرضي جميع مكونات هذا الشعب. ولكن نحن سنرى يعني الأيام القادمة، إذا ما وافق السيد السوداني على هذه المقترحات ستذهب إلى المحكمة الاتحادية. يعني أنا أراها حتى إذا راحت المحكمة الاتحادية ماذا سيجري في المحكمة الاتحادية؟ هي الاتحادية القرار المناسب في تدبير منصب المحافظ هي اللي صاير عليها المعضلة الأساسية. ولكن نحن لا نعلم، قضية سجلة الناخبين هي مشكلة طفت على سطح هذه المشكلة من جديد، لكن هي كانت يجب أن تطفت سجلات الناخبين من قبل قضية الانتخابات في كركوك والمحكمة الاتحادية، ولكن سكتوا عنها. كيف سكتوا؟ لماذا سكتوا؟ طبعا هناك ضغوطات سياسية. اليوم خرجوا بعد الدعاوي التي قدمت
من القوميات العربية والقومية بهذا الجانب. طيب دكتور المعماري، في حديث سابق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ذكر باعتماد مبدأ التداول من قبل في اختيار المحافظ، أي أخذ بنظر الاعتبار أن المنصب شغله الأكراد والعرب فيجب أن يشغله التركمان. هل تعتقدون أن تشكيل محافظة كركوك اليوم هي رهن هذه التدخلات، رهن المحاصصة كما يقال؟ هل بالفعل قد تؤثر على محافظة هي عراق مصغر؟ بالتأكيد كركوك هي عراق مصغر حقيقة، هذه نحن جميعا نعرفها، المواطن العربي والسياسي المخضرم. ولكن أنا أعتقد هذه النقطة اللي أنت تطرقت عليها، هذا ما يحتاج وزير خارجية تركيها كان في دان أن يتكلم بها وما يتكلم بها، لا أنا تكلمت بها عبر قناتكم قبل شهر أو أكثر. بما أنه الآن لم يحصل على منصب محافظ في 2003 وهم الآن في مجلس المحافظة، بما أنه يملكون مقعدة هم اليوم أضعف حلقة، أو إذا نعطيهم منصب محافظ، أنا من القومية العربية، إذا نعطيهم منصب المحافظ أولا القومية الكردية والعربية استطاعوا أن ينطوا حق الدكتور حتى مستقبلا بعد يعني يقولون ليش وبيش. النقطة بعد متى ما شافوا محافظ ماني لم يرتقي في مصالحهم اللي تتناقض مع استراتيجيتهم يستطيعون أن يجلسون يشيلوا وانتهى المشكلة. يعني هو المشكلة هو صحيح المحافظ اللي يكون من الحلقة الضعيفة بقية الحلقات من بقية القوميات تأخذ راحتها بالشغل، وما ننسى كركوك مدينة الذهب الأسود بثرواتها بنفطها بكثير من أمورها، يعني كركوك مثل ما تفضلت عراق مصغر بثروات قبل قومي فعلا، ما معناته هذا ليه إلا يجي هكام في ذلك وزير خارجية تركيا يحكي، لا هم لو يفكرون شوي اوسع عن برايي، لا والله ننطي كتدوير للتركمان واحنا نشوف شغلنا ايش راح يسوي من المحافظه، ما راح يسوي اذا وقف ضدنا نقعدون فيها وتنحل المشكله، لا يحتاج السوداني ولا يحتاج المحكمه الاتحاديه. نعم كركوك محتاجه الى تعديل الوظائف بتوازن داخل المفوضيه في كركوك في المستقبل القادم، كركوك محتاجة إلى تدقيق السجلات والتصفيات من الداخلين فيها من خارج كركوك أكرادا وعربا وتركيا وغيره. واضح جدا دكتور علي المعماري المحلل السياسي، كنت معي ضيفا مشرفا من كركوك، أشكرك على هذه التفصيلات المهمة. أعلنت وزارة التخطيط استمرار عملها لإكمال جداول موازنات 2024، وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إن التنسيق لا يزال متواصلا مع وزارتي المالية والنفط والجهات ذات العلاقة بشأن جداول الموازنة، والتي تتضمن حجم الإيرادات للعام المقبل وحجم النفقات بجوانبها التشغيلية والاستثمارية، مرجح مناقشتها والمصادقة عليها قريبا من قبل الحكومة. رهنت وزيرة المالية طيف سامي إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان خلال الشهر الجاري بتقديم قوائم الأسماء، وقالت سامي خلال استضافتها لدى لجنة المالية النيابية إن القرارات الأخيرة التي صدرت من قبل المحكمة الاتحادية العليا تصب في مصلحة المواطنين الكرد، وعليهم التعاون مع المركز في هذا الملف، فيما طمأنت بشأن تأمين رواتب الموظفين لسنة 2024 بشكل كامل، مفندة الأنباء المتداولة حول حصول عجز في السيولة.
رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أكد أن بالإمكان لموظفي كردستان استلام رواتبهم من منافذ الإقليم بعد توطينها في المصارف الحكومية. وقال العطواني أن تمويل رواتب الشهر الحالي سيتم عن طريق القوائم التي سترفع من قبل حكومة الإقليم وتصرف على هذا الأساس، لافتا إلى أن الإقليم في الأشهر القادمة ملزم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وبموجبه تمول جميع المستحقات وضمن سقف التخصيص. في كل خلاف مالي بين الحكومة الاتحادية والإقليم يلجأ الطرفان إلى الحكومة الاتحادية، لكن دون التوصل إلى حل جذري لهذه الخلافات. ترى هل سيكون توطين رواتب موظفي كردستان نهاية لهذه الخلافات؟ أسئلة عدة نتابعها مع أبو طالب البحية. في قراءة هادئة ومتأنية لنصوص قرارات المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة بخصوص الشق الاقتصادي والمالي بين بغداد وأربيل، تجد بعضا من القوى السياسية هنا في كردستان ضرورة في بناء التصور العام لهذه القرارات على خلفية قانون الإدارة المالية الاتحادي. القضية هي ليست استهداف إقليم كردستان ككيان دستوري، ربما سيقلل بعض الصلاحيات للسلطات هنا في إقليم، لكن سيعالج أزمة في نفس الوقت. قضية الإيرادات الغير النفطية، صراحة سمعنا كثيرا في الإعلام بأن إقليم كردستان لا يدفع شيء لبغداد، هذا كلام أيضا غير صحيح. إقليم كردستان يذهب مع وزارة المالية الاتحادية في كل موازنة إلى مبدأ المقاصة الموجودة في قانون إدارة المالية. الواردات المالية للإقليم بشقيها النفطي وغير النفطي وعبر منطوق القرارات الصادرة بهذا الشأن فتحت جملة من التساؤلات عند قوى سياسية أخرى مؤثرة في المشهد العام. قبل فترة قليلة ليس ببعيدة، السيد الرئيس رئيس الوزراء عندما ذهب وفد من الموظفين المتظاهرين إليه قال بأن لا حكومة الاتحاد لا تتمكن من صرف الرواتب مباشرة لأن هذا خلاف الدستور. الشيء الذي يثير العجب، المحكمة الاتحادية التي هي حامية للدستور تصدر قرارا بتوطين هذه الرواتب من الحكومة الاتحادية مباشرة. الخبراء الاقتصاديون من جانبهم يرون ضرورة الدفع بالتفاهمات بين بغداد والإقليم بما يسهم بزيادة السقف المالي للموازنة الاتحادية وموازنة الإقليم. يفترض أن كل القرارات وكل المواقف والسلوك من الحكومتين الاتحادية وفي الإقليم أن تصب في مصلحة المواطن أولا. في الدستور مادة 121 ثالثا تقول الإيرادات العامة للدولة توزع بشكل عادل لكل الأقاليم والمحافظات بشكل يتناسب مع أعباء الإقليم والمحافظة مع النسبة السكانية الموجودة، هذه يجب أن تراعى وليس بأي نسب ضمن اتفاقات سياسية أخرى. في خضم ذلك تأتي زيارة وفد ديوان الرقابة المالية العراقي إلى أربيل للإحاطة بطبيعة إيرادات ونفقات الإقليم المسجلة في النصف الثاني من العام المنصرم. بآجالها المحددة، ربما هذا ما يهم المواطنين بالإقليم بخصوص وصول رواتبهم المهددة بالتأخر في ظل جهود حثيثة يبذلها الجميع لتصفير المشكلات وصياغة عقد من الاستقرار بهذا الشأن. من أربيل، أبو طالب البحية، الرابعة. متابعة لتفصيلات هذا الموضوع ينضم إلي ضيفا مشرفا النائب السابق في برلمان الإقليم السيد عبد السلام برواري. بداية نرحب بحضرتك سيد عبد السلام وشكرا لقبولك الدعوة. أهلا وسهلا، حياك الله. يعني بعد قرار المحكمة الاتحادية بإلزام توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، هل هذه الآلية تجدونها قد تضمن حق المواطن في إقليم كردستان وكم من التنسيق تحتاج؟ نعم، تحية لك، تحية المتابعين. في الحقيقة أنا أعتقد الكثير يتحدثون عن هذا القرار دون دراية بالفروع. توطين المبالغ في البنوك ليس شيئا جديدا،
يعني أنا لا أدري ماذا تريد المحكمة الاتحادية. هي طبيعي المبالغ ثالثا أيضا كانت تصرف من قبل البنك المركزي، ترسل إلى بنك الرشيد أو البنكين، وهؤلاء يضعوه على حكومة الإقليم ويتم صرفه. إذا أخذنا نص القرار فما جايب شيء جديد، ما عدا أنه ممكن حقل نفسه يتدخل بعمل السلطة الاتحادية التنفيذية ويحشي على مسائل معينة. كان المفروض الحقيقة بالمحكمة الاتحادية يعني كرد فعل على هذه الدعوة المرفوعة لها فقط أن تذكر بأن المادة 121 ثالثا تقول تخصص نسبة عادلة من الواردات المستحصلة اتحاديا للمحافظات غير المنتظمة بإقليم والأقاليم حسب نسبة سكانها احتياجاتها وواردتها، ولذلك يجب على الحكومة الاتحادية أن تصرف حصة الإقليم حسب هذه المادة وأن لا تجعل أي سبب آخر يحول دون صرف الحصة ووصول المواطنين إلى حقوقهم. هذا كان المفروض، لأن هذا نص دستوري ما يحتاج إلى بعدين يعني إعادة على الحكومة الاتحاد على حكومة الإقليم تسليم الواردات، هذا كلام زائد. أكو اتفاقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، هذه الاتفاقية تم تضمينها في الاتفاق الذي أدى إلى تكوين تحالف إدارة الدولة، وهذا أيضا أدى إلى أن يتم تضمينها في القانون الموازنة. ما في داعي للحكومة الاتحادية مرت الأخ تدير هذا الموضوع وتترك انطباع عند الناس وكأنه حكومة الإقليم كردستان ما كانت تدفع لذلك ما كانت تدفع الرواتب. لا، وحسب ما في تقريركم وصل يعني وهي مرات أسمع من وزير أو مدير عام أو نائب يقول ما محصلين ولا فلوس. يا أخي إحنا في عصر التكنولوجيا، في عصر الديجيتال، ماكو داعي نجمع الفلوس نحطها بالقواني وندزها لبغداد حتى بغداد تعطينا إياها. لا، المخاصة هو أنت تطلبني شيء أنا أطلبك شيء، جمع وطرح، واللي يطلب أكثر يدفع للطرف الآخر. المادة 27 خامسا من قانون الإدارة المالية يقول إذا تأخرت المحافظات والأقاليم من إرسال حصتها من الواردات الاتحادية يتم خصمها من حصتها، بمعنى ماكو ناس يعني يتطلب أنه نتفق حوله حتى الحكومة الاتحادية تصرف حصة الإقليم. كل مرة نتفق أيضا شوف اليوم وزيرة المالية تقول أني إذا أنا ما أقدر أصرف الفلوس إذا ما تجيني القوائم. قبل 20 يوم قالت القوائم عندي ودا أدقق بيها. قبل 30 يوم هيئة الرقابة المالية سووا مؤتمر صحفي قالوا دققنا القوائم وكلها مضبوطة. إذن إذا ما كنية لأن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة أمام 6 ملايين ما يفيد لا قرار المحكمة الاتحادية ولا آلية ولا توقين ولا غيره. سيد برواري، هل هي نية أم ربما تنظيم وتنسيق إن صح القول؟ هل هي نية أم تنظيم وتنسيق؟ الأفضل أن يكون هنالك تنظيم ما بين الإقليم والمركز ووفق قوائم وعلى مرأى الجميع وما شابه ذلك لضمان الحق كما يقال. أما بالنسبة لجزئية أخرى نتشرف بإجابتك عنها، هل من الممكن أن قد تقول المحكمة الاتحادية بأن الأمر حسب المادة 121 أولا لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باستثناء ما ورد من اختصاصات للسلطات الاتحادية، هل قد يتعارض أيضا هذا الموضوع في ممارسة حقهم أم ماذا؟ نعم، شكرا. المادة 110 الخاصة بالسلطات الحصرية للحكومة الاتحادية لو نقراها لو كان خارج فيها كلها رسم سياسات رسم سياسات والمسائل اللي هي سيادية مثل الجيش والسفارات إصدار النقد الباسبور كل شيء آخر متروك للقانون أصلا حتى الحكومات المحلية. لذلك أختي يعني المسألة لما أنت تقيمين دولة بمعنى لما تكتبين دستور
وتعرفين السلطات الرئيسية وواجباتها وعلاقاتها. هذا هو الاتفاق، الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين الصادرة لتفسير أو للتوسع في النصوص والمبادئ الدستورية. هذا هو الحكم. يعني كل يوم نرجع مرت الأخ نتفق على شيء هو أصلا محلول بقانون أو بمادة دستورية. صدقيني هناك نية للاستقرار في الضغط على الإقليم، هناك نية وهناك أطراف كردية مع الأسف الشديد بحكم العقلية العشائرية السائدة في الشرق الأوسط ممكن هي اللي كانت السبب في أن تنطي مجال للمحكمة التحقيقية تتدخل وتقوم بإصدار قرارات بشهادة الكثير من المختصين هي في الحقيقة قرارات تتعدى صلاحياتها وتدخل صريح في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية. سيد برواري أسمحك عذرا بالاستفهام حول أمر آخر الآن، يعني هل الموضوع نجزم بأنه مخالف للحقوق الدستورية لإقليم كردستان؟ أي تقليل من صلاحيات منصوص عليها في الدستور للأقاليم أو المحافظات هو مخالف للدستور. أي محاولة لقيام الحكومة الاتحادية بمهمة هي من مهام الأقاليم بمهمة مباشرة هو مخالف للدستور. هذا يجب أن يسأل الكل، لا فقط أبناء الأقاليم، يسأل كل العراقيين على أن منع حدوث مثل هذا الشيء. ليش؟ لأن مخالفة الدستور والقوانين مثل كرة الثلج تبدأ صغيرة وتتدحرج وتكبر لكي تكتسح بيوتاً. اليوم تمت ممارسة هذه الخروقات الدستورية ضد الإقليم، من يضمن أنه لن يتم ممارستها ضد المحافظات؟ من يضمن أنها لن يتم ممارستها حتى بحق الحكومة الاتحادية ووزاراتها أيضا؟ لذلك هذا واجب، حقيقة واجب الكل، هذا ليس واجب الكل. للأسف الشديد شرف الدفاع عن الدستور وتطبيقه وضرورة أن تكون القوانين متماشية مع الدستور واقعة على عاتقنا. وبالعكس بدل أن 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 يقول الناس لنا نشكركم أنكم حريصين على الدستور، نتهم بأننا نستغل وأننا نحاول أن نفرض مطالب الوقت الذي نطالب في تطبيق الدستور. نعم، واضح جدا. النائب السابق في برلمان الإقليم السيد عبد السلام برواري كنت معي من أربيل ضيفا مشرفا، شكرا لهذه التفصيلات المهمة، شكرا لحضرتك. عزت الحكومة الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية إلى عدة عوامل، أبرزها إيقاف العمل ببحيرات الأسماك وتجفيفها لقضايا الأمن المائي. وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إن من بين الأسباب التي أشعلت سوق اللحوم رطوبة السنة الحالية من حيث وفرة الأمطار التي أدت إلى تكاثر الأعشاب والمراعي فيها، مما يزيد من ميل المربين إلى تكثير المواشي دون التخلص منها، موضح أن هذا الأمر ساعد على حجب اللحوم وارتفاع أسعارها مؤقتا. أكدت وزارة الزراعة أن أسعار اللحوم ستنخفض بعد فتح استيراد الأغنام والأبقار للذبح والتربية. وقال وزير الزراعة عباس المالكي في حديث للرابعة أن وزارته نجحت خلال السنة الماضية بضبط السوق إلا في أسعار اللحوم ظلت مرتفعة، وهو الأمر الذي تطلب فتح استيراد الأغنام والأبقار للسيطرة عليها، مشيرا إلى أن قرار الفتح ضمن 12 فقرة ستسهم بشكل كبير بخفض أسعار اللحوم بأنواعها. شنت الأجهزة الأمنية في مدينة الكوت حملة أمنية ضد المتلاعبين بالأسعار والمضاربين بالدولار. فريق الرابعة في واسط رافق هذه الحملة لنتابع. من أجل السيطرة على الأسواق وضبط المتلاعبين، الرابعة ترافق الأجهزة الأمنية داخل أسواق مدينة الكوت
إذ تم ضبط عدد من المخالفين ممن يحتكرون المواد الغذائية ويرفعون الأسعار وآخرون يضاربون بالدولار. تم إجراء حملة موسعة ضمن كافة قواطع المسؤولية التابعة لمديريتنا متمثلة بالأقسام في الأقضية، وتم القبض على عدد من المتلاعبين بالأسعار وخاصة أسعار المواد الغذائية واللحوم، وكذلك المضاربين بالدولار والعملة الصعبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاؤهم العادل. هذا وقد أشار اقتصاديون إلى ارتفاع غير مبرر قد شهدته أسواق واسط، ومثلهم مواطنون شكوا الأسعار المرتفعة مطالبين الأجهزة الأمنية بمحاسبتهم وفرض السيطرة عليهم. هي واللي من ضمنها اللحوم الحمراء، تم تشكيل فريق عمل من قبل دائرة الرقابة التجارية والمالية مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لغرض متابعة الأسباب الارتفاع. كيلو لحم 20 طلب 22، مال العجل 15,000، الدجاجة 5,000 صارت 12,000 13,000، يعني هاي أسعار غالية، يعني الفقير ما يأكل. ويسجل مراقبون مؤشراتهم تجاه حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المحلية قبيل رمضان بوصفها حالة طبيعية في ظل غياب التخطيط وتعدد مصادر الاستيراد. من مدينة الكوت سجاد العطية، الرابعة. ومن واسط إلى بابل والإجراءات ذاتها لضبط الأسعار، إذ شنت مديرية الجريمة المنظمة حملة مفاجئة على محل المواد الغذائية لمحاسبة المتلاعبين، وكانت عدسة الرابعة حاضرة أيضا. بتوجيهات صارمة وصلت إلى غلق المحال المخالفة واعتقال مالكيها، بدأت مديرية الجريمة المنظمة في بابل التابعة لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية حملتها المفاجئة على محل القصابة وبيع المواد الغذائية المخالفة للتسعيرة التي وضعت للأسعار، خصوصا مع قرب شهر رمضان والذي يزداد فيه السحب على هذه المواد. باشرت مفارزنا بحملة على الأسواق لضبط والسيطرة على أسعار اللحوم والمواد الغذائية، حيث لاحظنا ارتفاع في أسعار اللحوم، وأن الحملة بدأت منذ يوم أمس وتم القبض على عدد من المتهمين والحملة مستمرة. واستقرت أسعار المواد الغذائية خلال عام كامل دون ارتفاع، حتى وصل الأمر إلى انخفاض بعضها بنسبة كبيرة. هذا ما أكده أغلب التجار وسط مدينة الحلة، جاء ذلك بعد تجديد المراقبة عليهم وإجبارهم على الالتزام بسعر موحد. الأسعار تقريبا صار سنة ثابتة أو أزيد من سنة ثابتة على نزول، يعني كان للمنصة لها دور كل كبير، خاصة للتجار الرئيسيين المستوردين، وأي صعود ما يعني ما لمسنا أي صعود، بالعكس أكو نزول هواي بالمواد. وتدعو وزارة الداخلية إلى ضرورة التبليغ على المحل المخالفة من خلال إشهار وكالة الاستخبارات دون مشاركة معلومات المخبر مع أي جهة. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. متابعة لتفصيلات هذا الموضوع، ينضم إلي داخل الاستوديو ضيفا مشرفا سيادة العميد الحقوقي حسين التميمي مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة. نرحب بحضرتك سيادة العميد. مساء الخير حضرتك. مساء الخير متابعي الكرام، حياك الله. إذن يعني معلوم قبل كل موسم مهم ونحن على مقربة من استقبال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، نجد أن هنالك بعض التلاعب بالأسعار أو بعض محاولة إيجاد مخالفة سواء كان هنا أو هناك. لو وضعنا أيدينا على جذر المشكلة فماذا سنلتمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على الأوامر اللي صادرة من قبل وزارة الداخلية من السيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيد وكيل وزارة شؤون الاستخبارات تحقيقات الاتحادية المحترم، شرعت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بعملية استباقية قبل بداية الشهر رمضان لتحديد المخالفين فيما يتم من غلال الأسعار للمواد الغذائية وكذلك اللحوم بكافة أنواعها. هذه الحملة أثمرت على إلقاء قبض على عدد من هؤلاء المخالفين اللي غايتهم هو الكسب المادي، والبعض منهم يرجع إلى الجشع من قبل بعض التجار وأصحاب المحال الصغيرة. لكن لم نلاحظ هناك ارتفاع كبير كما هو مؤول إلى مسبقاً. هناك ارتفاع بسيط ببعض المواد وتم الحمد لله
تشخيص هذا الخلل والسيطرة عليه من خلال المفارز اللي منتشرة في بغداد والمحافظات، ألقي القبض عليهم وهم بالجرم المشهود وبقرارات قضائية. سليم جدا، هل ستكون هنالك مراقبة طيلة أيام الشهر الفضيل أم فقط ما قبل هذا الشهر؟ عمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ليس فقط على شهر واحد ومحدد، نعم، هو شهر رمضان، ولكن المفارز متواجدة على مدار الساعة في بغداد والمحافظات بالأسواق الرئيسية وأسواق المفرد، والتشخيص مستمر للتجار. هذه العملية الاستباقية اللي أتت على أصحاب اللحوم بيع بالسعر فوق السعر المعتاد كانت تشخيص من قبل المفارز الموجودة والجوالة على مدار الساعة. أيضا هناك تنسيق عالي مع القطاعات الأمنية المتواجدة في بغداد لتشخيص أصحاب المخازن والتجار المخالفين للتعليمات اللي صادرة من قبل وزارة التجارة ووزارة الزراعة. طيب لو أردنا أن نقف عند المخالفات، فماذا ستكون هذه المخالفات سيادة العميد لكي نكون واضحين أو لا يقع فيها ربما مواطن يتابع الآن؟ المخالفات اللي تتم هي من خلال غلاء بالأسعار، وهذا المشرع القانون هو على المادة 240 يتم توقيف المتهم وتصل مدة الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية، وكذلك الأشخاص الذين ليس لديهم إجازات صحية يتم معاقبتهم وفق المادة 99 من قانون الصحة العام. هناك مفارز فنية من قبل وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الزراعة ترافق عملية التفتيش والتدقيق على المخازن والمحلات، وتكون جهة الإنفاذ القانوني هي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في حال التشخيص الفني من قبل الجهات ذات العلاقة اللي ذكرتهم مستصحبة ويا الجريمة المنظمة. سيادة العميد، هنالك الكثير من التفصيلات، ربما قد يكون هذا تحدي بالنسبة لكم ولسيادتكم وحتى لوزارة الداخلية، هو كثرة وجود بعض المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على وسائل الإعلام، بأن تكون هنالك ربما دخول شاحنات، عدم ضبط هذه الشاحنات، محاولة ربما شاحنات لمواشي عفوا ذات رائحة غير مستحبة، وأيضا هنالك الكثير من المعلومات التي تتواجد قبل أن يتم الإعلان عنها أو حلها من قبل وزارة الداخلية أو الشؤون الخاصة. هل هذا تحدي لكم وكيف ربما تجابهونه؟ هناك مديرية مختصة في وكالة الوزارة شؤون الاستخبارات، هي مديرية التقنيات والمعلوماتية، تتعامل ويا المعلومة بالجدية وعلى أخذ نظر اعتبار 100% معلومة أكيدة، ولكن يتم تشكيل فريق عمل من قبل المديرية المختصة للمعلومة سواء كانت تخص عمل الجريمة المنظمة أو تخص أحد الدوائر اللي تابعة لوكالة الوزارة شؤون الاستخبارات. يتم تشكيل فريق عمل والتدقيق الميداني لهذه المعلومة والتأكد من مدى صحتها. يتم عرض الموضوع أمام أنظار السيد وكيل وزارة شؤون الاستخبارات تحقيقات الاتحادية المحترم، وبدوره راح يتم الإعاز إلى الجهة ذات العلاقة بالتأكد من هذه المعلومة وتدقيقها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبتت صحة المعلومة. أما في حال عدم ثبوت أي صحة لهذه المعلومة يتم رفع قضية ضد الصفحة أو ضد الشخص الذي أدلى بهذه المعلومة، هي معلومة غير دقيقة الغاية من عدها التضليل، ولكن وفق قانون المرتسم والمحدد لهذه الإجراءات. أيضا هناك إجراءات رادعة بحق الصفحات التي تروج ضد عمل المؤسسات والتي الغاية من عندها إيهام بعض المعلومات وإيصالها بصفة كاذبة. هذه طمأنة للمواطن اليوم من قبل جنابكم على هذه التفصيلات المضللة حتى لا يقع في مطب المعلومات الخاطئة. أود منكم هذه الطمأنة سيادة العميد، وأيضا أود لو تضعونا إن كان هنالك نحتاج إلى تبليغ عن أمر ما سواء كان مخالفة أو ما شابه ذلك، إلى ماذا نلتجئ؟ أي معلومة يتم رصدها بأنها هي معلومة مخالفة، انطمن المواطن بأن يتم الاتصال على الخطوط الساخنة المؤمنة وزارة الداخلية ومنها الخط المؤمن 144، وراح تكون الهوية المتصل طي الكتمان. راح نتعامل ويا المعلومة بجدية عالية وبنظر الاعتبار أخذ كافة الإجراءات اللي تخص المتصل بأن يكون بعيد كل البعد عن مدى إدلاءه بالمعلومة اللي أدلى بها، وهي تكون أما الإبلاغ على صفحة أو إبلاغ عن أشخاص مخالفين
في طور عمل المؤسسات لوزارة الداخلية. تشرفت بهذه الدائرة الحوارية من قبل جنابكم سيادة العميد الحقوقي حسين التميمي مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، نشد على أيديكم وشكرا على هذه التفصيلات ولوجودكم. التفاصيل لا تتوقف عند هذا الحد، وفيها أعمال تخريبية للإنترنت الوطني في البصرة، وإيرثلينك تتحدث عن حملة إرهابية ممنهجة. تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الأنبار بصورة لافتة، لا سيما مع موجة غلاء الأسعار التي تجتاح البلاد. مراسلنا في المحافظة عثمان الهيتي رصد لنا الوضع المعيشي، فلنتابع. يشكل الوضع الاقتصادي المتدهور في الأنبار عائقا أمام شباب العاملين في القطاع الخاص، وتدخل قلة الأجور كعامل أساسي يقابلها غلاء الأسعار والظروف المعيشية الصعبة، وهم يطالبون الجهات المعنية بإيجاد حلول تنصفهم وتنتشلهم من واقعهم المرير. نطالب بأن تكون هناك تشريعات وقوانين تحفظ للعاملين في القطاع الخاص حقوقهم، وكما يعلم الجميع أنهم أحيانا يعملون لساعات طويلة ويكون هناك تمديد للعمل بدون أعطائهم حقهم من الأوفر تايم، بالمحافظة على هذه الشريحة وأعطائهم حقوقهم أسوة بإخوانهم الموظفين في القطاع العام. الإجور المتعارف عليها هنا لا تزيد على 10,000 دينار، وأرباب العمل لا يهتمون بمن يملك الخبرة عن غيره، وهذا قد يجبر البعض منهم على العمل على مدار شفتين، والبعض الآخر يقف حائرا وقد تذهب أحلامه أدراج الرياح. عندك العمل هسه، العمل من يجيني من الصبح لحد الليل يطلع، لأن نفسية العمل تكون دائما تعبانة، والثاني فقرة يعني الوارد اللي يجي جدا قليل، وتعرف أنت الدولار علق عندنا وكل شيء صعد عندنا بالعراق، فالعامل قام يشتغل عندنا شفتين نهار وليلي، يعني يا دوب يطلع مصروف الشخص من يدخل للسوق هو ما يقدر يوفر لأهله جميع احتياجاتهم، احتياجات يعني شو ما تقول خاصة جدا وقليلة. أشتغل هنا بمحال ويا أبو بردات، واليومية مالتي ما دا تكفيني، يوميتي 10,000 دينار، أطلع من الساعة 9 الصبح وأحل الساعة 9 بالليل، وإحنا ناس عندنا عوائل وعندنا إيجارات وعندنا مريض مثل ما نقول، وال10,000 دينار يعني ما جعت تسوي لنا كل شيء، بس الحمد لله والشكر مثل ما نقول إحنا كيلو اللحم هسه ب10,000 دينار أو ب20,000 دينار كيلو اللحم، ال10,000 دينار أنا أطلع به من الصبح لليل، ما جعت توفر لي أي شيء يعني، بس الحمد لله والشكر الإيجارات مختلفة والسوق يعني حيل تعبان، والله يكون بعون العالم. على الرغم من المشقة وطول ساعات العمل التي يقضيها العاملون في القطاع الخاص، تبقى أجورهم متدنية ولم تصل إلى مستوى الجهد المبذول بسبب حالة الأسعار الملتهبة التي تعيشها أسواق الأنبار. عثمان الهيتي، قناة الرابعة، الأنبار. مشاريع مبتكرة واختراعات مختلفة تترجم سنويا في المحافل العلمية للجامعات العراقية، لكن يبقى الهم الأكبر للطلبة هو الحصول على فرصة تعيين. اتساع أعداد الخريجين ودعوات تفعيل القطاع الخاص يسلط عليها الضوء هذا التقرير. في واحدة من المحافل العلمية يترجم طلبة الكلية التقنية الوسطى مسيرتهم العلمية بمشاريع مبتكرة واختراعات حصلت على البراءة في أول طرح لها. منجزاتنا بيّنت إمكانية العقول العراقية على الإبداع إذا ما أتيحت لها الظروف المناسبة، وإمكانية عمل الجامعات على تغذية سوق العمل لا انتظار الوظائف. الإنجازات والمنجزات والأفكار التي وجدناها هي أفكار محط اهتمام ومحط رعاية، دولة رئيس الوزراء أيضا دعم الشباب بهذا الاتجاه، ونحن أيضا نعمل أن يكون الطالب مخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي مدخلات لسوق العمل. طلبتنا مبدعين بهذه الابتكارات الكبيرة وبهذه الإنجازات العلمية، على سوق العمل أن ينتبه إلى هذه الابتكارات. نحن لا يوجد لدينا تمويل لكي نسوق هذه الابتكارات إلى سوق العمل. سوق العمل أتى هنا اليوم ووجد الفرص التوظيف لطلبتنا.
وتمثل مشكلة التوظيف تحديا لم تستطع أي من الحكومات تحقيق فارق في تقليصه نتيجة الترهل الموجود في أغلب مؤسسات الدولة واتساع أعداد الخريجين كل عام، الأمر الذي يدفع لتفعيل القطاع الخاص لاحتوائي هذه الشرائح. يعني اليوم مجلس النواب داعم لبرنامج الحكومة وداعم لوزارة التعليم، عندما نشاهد هنالك تفعيل للقطاع الخاص أكيد أنه هو هذا الحل الناجع لمشكلتنا في العراق. اليوم مشكلة البطالة هي الهاجس الأهم لكل السياسيين وللحكومة وللدولة العراقية بصورة عامة. نتمنى أن هاي المشاريع توصل للجهات وشوية نحصل منها مساعدة وفشي حتى نقدر مثل ما تقول نطور عن نفسنا، لأن الطالب هسه هواي عندنا مهارات حلوة وتقنيات حلوة بس ما حد يساعدنا حتى نوصل للشيء اللي احنا نريده. ويتيح المنجز العلمي استعراض إمكانية العقل العراقي والقدرة على الاختراع، لكنها تبقى بحاجة إلى دعم حكومي لتنفذ على أرض الواقع. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود حراك جاد باتجاه استضافة كبار المسؤولين بالدولة ووضع خطط وآليات جديدة لمكافحة الفساد، وذلك المستشري في المؤسسات تحديدا. وقالت اللجنة أن لجنتها تعتزم خلال الفصل التشريعي الحالي استضافة العديد من الوزراء والمدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة لمناقشة الكثير من الملفات التي تتعلق بمكافحة الفساد، مبينة أن الهدف من الاستضافة وضع آلية دستورية وقانونية واضحة المعالم لمكافحة الفساد. تعددت أوجه الحراك بين الحكومة والبرلمان والغاية واحدة هي تقنين الفساد بجسد الدولة. التدخلات السياسية في هذا الملف وحكم توغل الفساد رصده لنا فقار فاضل. حراك مشترك بين هيئة النزاهة الاتحادية ولجان أخرى نيابية وحكومية لوضع آليات متطورة تكشف عن مواطن الفساد داخل مؤسسات الدولة العراقية، فضلا عن تدقيق أسماء شخصيات متهمة أو متورطة بصفقات مشبوهة. حراك قابلته تحذيرات المراقبين من تدخل جهات سياسية متنفذة للحيلولة دون المضي نحو تطبيقه على أرض الواقع. لا يزال التأثيرات السياسية واضحة في المشهد العام، وأعتقد اليوم لم نصل إلى عملية البناء المؤسساتي الحقيقي الذي يتبع النهج المؤسساتي دون التأثيرات والتداخلات السياسية. ملف النزاهة يحتاج إلى الابتعاد عن القوة السياسية والمؤثرات السياسية. أعتقد اليوم لا يزال العلاقات السياسية هي داخل نبض بعض المؤسسات المهمة، وهنالك أيضا قوة لبعض الشخصيات التي لا تتأثر أو لا تستجيب إلى القرارات الاستثنائية أو القرارات القضائية التي تصدر من المؤسسات المعنية في ملفات ومتابعة الفساد. ومع الجهود التي تبذلها النزاهة في الحد من ظاهرة الفساد المتوغلة في أغلب المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، إلى جانب اتفاقاتها مع منظمات دولية ومحلية معنية بإيجاد المعالجات الجوهرية لهذه الظاهرة. هناك دور مهم جدا وفعال لهيئة النزاهة مع المنظمات غير الحكومية بتواجدهم دائما متكاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة من حيث التثقيف والتدريب وتهيئتهم لكي يكونوا عين للنزاهة في تلك المناطق والأماكن. وفيما ترى الأوساط المراقبة أن تشكيل اللجان الفنية لم تقلل من مناسيب الفساد المرتفعة نتيجة هيمنة النفوذ السياسي والحزبي على معظم الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية. من بغداد، فقار فاضل، الرابعة.
أعلنت شركة إيرتلينغ تعرض البنى التحتية للكابل الضوئي لاعتداءات إرهابية في البصرة. وقالت الشركة في بيان أن حملة إرهابية ممنهجة استهدفت البنى التحتية الخاصة بالإنترنت الوطني وأطالت عددا من الكابينات المجهزة للمواطنين في منطقة حي الأصدقاء، مطالبة القوات الأمنية وقائد شرطة المحافظة بالتحقيق العاجل في الاعتداء وتسليم المسؤولين إلى القضاء العراقي. كما أشارت إلى شروعها بالبدء بإصلاح الأضرار لضمان عودة الخدمة لجميع المشتركين. التفاصيل لا تتوقف عند هذا الحد، وفيها الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين في محيط بعلبك شرق لبنان، وحزب الله يرد في الجولان المحتل بستين صاروخ كاتيوشا. جدد الإطار التنسيقي موقفه الساند لجهود الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وقال النائب عن الإطار حسين حبيب إن البلاد لم تعد بحاجة إلى قوات على الأراضي العراقية نتيجة للتطور الكبير والواضح في آليات العمل الأمني، والذي أدى بدوره إلى تقليص العمليات الإرهابية بمعدلات عالية، مجددا دعم قوى التنسيقي للخطوات الحكومية للسوداني تحديدا الرامية إلى إنهاء ملف التواجد الأجنبي. واحدة تلو الأخرى تعقد جولات التفاوض بشأن جدولة انسحاب القوات الأجنبية في ظل هدنة الفصائل. أما مخرجات هذه هي الحوارات فلا تزال في طي الكتمان. الإرادة الحكومية والحراك الدبلوماسي نتابعه مع أحمد ليث. جولة أولى من الحوار التفاوضي الثنائي مع التحالف الدولي انتهت، والثانية على وشك الانقضاء، وتباعا تسير جولات المفاوضات على جدولة انسحاب القوات العسكرية الأجنبية من العراق. مخرجات الحوار القائم لم تعلن تفاصيلها، لكن المؤشرات تقول بأن رغبة الخروج الأجنبي باتت إرادة حكومية لا رجعة عنها. يعني هناك إشارات واضحة أنه الولايات المتحدة الأمريكية والتعارف الدولي يعني أصبح مؤمنا جدا بأن يكون هناك حوارا جادا مع الحكومة العراقية، والسبب الرئيسي هو ضغط الهجمات الصاروخية التي يعني كان ينفذها فصائل المقاومة المسلحة. أعطانا إشارات واضحة على أن هذا الهدوء الذي نعيشه الآن ووقف القصف المتبادل يعطينا إشارات واضحة على أن الأمريكان والتحالف الدولي أدرك بأنه لا مجال إلا التفاوض من خلال الحكومة العراقية. إيقاف الفصائل العراقية نشاطاتها بضرب المصالح الأمريكية جاء لإعطاء فرصة ومساحة أكبر للحكومة في تقوية موقفها بحوارها مع التحالف الدولي على إنهاء وجوده العسكري في البلد، يتحدث مراقبون. التخطيط الدبلوماسي الذي يقوم به العراق الآن يرغب في إنهاء أي تعاون في مجال الأمن مع التحالف الدولي والاكتفاء بعلاقات الصداقة في مجالات أخرى بعد انقضاء الحاجة لوجوده العسكري. يعني برأيي الفصائل المقاومة الإسلامية سحبت البساط من تحت أقدام الجانب الأمريكي، وأيضا أحرجت الحكومة العراقية عندما قامت بإيقاف الضربات العسكرية. هي رسالة واضحة على أنه المحور المقاومة لا يريد الحرب، لكنه كان مرغما عليها لأن الجانب الأمريكي يماطل للخروج من العراق. فلأن الحكومة العراقية بدأت تبين على أنه جادة في موضوع إخراج القوات الأمريكية. وتعتزم الحكومة العراقية في الحوار الذي شارف على الدخول بجولته الثالثة مع التحالف الدولي على إخراج أي قوة عسكرية أجنبية، حفاظا على إدامة الأمن والاستقرار لسيادة البلد. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه استقالة حكومته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أشتيه في تصريح عزى أسباب الاستقالة إلى استمرار الاعتداءات المتلاحقة على الشعب الفلسطيني.
أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/24، واليوم أتقدم بها خطيا. يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة ومن إبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة وتكثيف الاستيطان وإرهاب المستعمرين واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها. أذكر بأبرز ما جاء في ساعتنا الأولى. عشية قرار المحكمة الاتحادية الإطار يرمي مطرقة رئيس البرلمان في الساحة السنية، ولا بديل بلا مقبولية سياسية. هناك إضافات على السجلات التموينية في كركوك ما يقارب أكثر من 200,000 نسمة. التوافق يغيب عن كركوك، أزمة سجل الناخبين تعود للواجهة، ومكونات المحافظة تحتكم للسوداني. حملة على الأسواق لضبط والسيطرة على أسعار اللحوم والمواد الغذائية. إغلاق واعتقالات، حملات مفاجئة تطارد المتلاعبين بالأسعار، والحكومة تطمئن بشأن رواتب الموظفين. النزاهة النيابية تتحرك ضد مسؤولين كبار بالدولة، وتحذيرات من تدخل متنفذين بملف مكافحة الفساد. عشية قرار المحكمة الاتحادية، الكل يترقب هذا القرار المهم والملزم لكافة السلطات، لكن في ساعتنا الحوارية الثانية نحاول أن نكشف عن سيناريوهات أو تكهنات قد تكون بماذا سيؤول عن هذا القرار، وسيكون معي نخبة من الضيوف الأكارم الدكتور هاني عاشور الباحث السياسي، نرحب بحضرتك دكتور، والسيد علي نجدية المحلل السياسي، نرحب بحضرتك سيد علي، والسيد عباس غدير عضو تيار الحكمة سيكون معنا عبر سكايب من بغداد، نرحب بحضرتك سيد عباس. إذن أرحب بضيوفي الأكارم، والبداية ستكون مع الدكتور هاني عاشور. دكتور، ربما نحن في هذه العشية نترقب القرار الملزم والمهم من قبل المحكمة الاتحادية العليا، لكن ماذا سنقول انعكاسات القرار على المشهد العراقي، وهل أصلا المشهد العراقي يحتمل المزيد من القرارات؟ شكرا لكم. بداية أنا أعتقد أن التأخير في قرار المحكمة الاتحادية وأعطاها هذه الفرصة كان يتعلق بقضية انتخابات مجالس المحافظات، وقد كان من المفروض أن تحسم هذه القضية خلال الشهر الأول من هذا العام، ولكنها تأخرت، وأعتقد هذا كان شيء حسن لكي لا تدخل هذه الأزمة في سياق الدعاية الانتخابية أو الصراع الانتخابي بين الكتل السياسية. الآن تجاوزنا الانتخابات الأخيرة المحلية ودخلنا إلى مرحلة جديدة. بداية أولا أن المحكمة الاتحادية تلقت أكثر من دعوة
من النائب هيبة الحلبوسي ومجموعة من نواب تقدم تتعلق بإبطال الجلسة الثانية. هناك دعوة أخرى تخص السيد شعلان الكريم وقضية ترشيحه وأن يكون هناك بديل باعتبار التهم التي سيقت ضده بتمجيد النظام السابق. هناك قضية أخرى موجودة في البرلمان العراقي يناقشها البرلمان العراقي تتعلق بقضية الرشا التي قيل أن بعض موظفي البرلمان فاتحوا بعض النواب بأن يكون لهم مبلغ معين إذا ما صوتوا لشعلان الكريم. إضافة إلى قضايا أخرى اختلطت في الموضوع ولكن حتى هذه الآن لا توجد قضية قانونية بشأنها. على سبيل المثال ما أشيع خلال الجلسة عن انسحاب النائب سالم العيساوي من الترشح لرئاسة البرلمان ولكن السيد سالم العيساوي نفى ذلك خلال الجلسة وسارت الجلسة الثانية. أعتقد أن المحكمة الاتحادية ستسير باتجاه أن الجلسة الثانية تعتبر باطلة وحقيقة في إطار سياقات النظام الداخلي للبرلمان العراقي هذه الجلسة تعتبر باطلة وغير نظامية. طيب دكتور سأعود لحضرتك بكل تأكيد لتشرف باستماع إلى إجاباتك. سيد علي نجدي المحلل السياسي نرحب بحضرتك مجددا. يعني الدكتور هاني يقول بأن ربما قد تكون هذه الجلسة باطلة، إذا ما تم اعتماد الجلسة فالسيد شعلان الكريم لن تكون له حظوظ في الحصول على المنصب، أما إذا تقرر إلغاء الجلسة فإن الأمور ستعود إلى نقطة الصفر. أيهما الأفضل في هذه الناحية وبما يتعلق جانب بآخر في هذا المشهد؟ تفضل. بداية تحية لكم ولضيوفكم الكرام والسادة المشاهدين. طبعا بالتأكيد مثل ما تفضل الدكتور سبق وتم تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية حول إبطال جلسة البرلمان، وبالتالي هذا يعني محاولة ومناورة سياسية قدمها حزب تقدم في محاولة لاستبدال مرشحهم الشيخ شعلان الكريم التي أثيرت حوله الكثير من اللغط والكثير من الاتهامات، وبالتالي يعني تقدم أمام مفترق طرق. أما المحكمة الاتحادية يعني تلغي جلسة انتخاب رئيس البرلمان بالتالي يتم ترشيح مرشحين جدد، وبالتالي أنا متأكد أنه الشيخ شعلان الكريم وله كل الحب والاحترام لن يكون ضمن هؤلاء المرشحين كون أنه هو دخل في دائرة الاتهامات ودائرة يعني اللغط السياسي، فبالتالي تقدم ستسارع لتقديم مرشح آخر. أما إذا لم تلغى الجلسة واعتبرت جلسة صحيحة فبالتالي تقدم أمام مشكلة كبيرة والأمور ستمضي كما تعلمين، لا يمكن استبدال المرشحين، وبالتالي أنا أعتقد أنه الشيخ شعلان الكريم حظوظه أصبحت ضئيلة جدا بعد موجة الاتهامات واللغط السياسي الذي أثير حوله في موضوع تمجيد النظام البائد. يبدو أنه تقدم في حال لم تلغى الجلسة سيكون في موقف محرج جدا. هناك سيناريو يقول أن الكتل السياسية في حال توافقت وفي حال لم تلغى الجلسة سيتم سحب جميع المرشحين، وهذا طبعا خيار صعب على تقدم أن تقنع كافة الكتل السياسية بأنه هذا المنصب من استحقاقها، وبالتالي يعني تعمل على إقناع الكتل السياسية بسحب مرشحيها بالتالي تقديم مرشحين جدد، وهذا طبعا خيار صعب جدا. أما الخيار السهل فهو في حال يعني المحكمة الاتحادية اعتبرت أنه الجلسة غير صحيحة وقبلت الطعونة التي تقدم بها السيد هيبة الحلبوسي، وبالتالي هذا سيكون طوق نجاة. أنا برأيي أنه السياسة هي فن الممكن، ويفترض أنه هذا المنصب هو أعلى منصب للمكون السني، فبالتالي كان يفترض مع جل احترامنا للشيخ شعلان الكريم من تقدم ألا يقدم شخصية جدلية، بالتالي هناك من ينقب عن بعض الهفوات وبعض الزلات وبالتالي يتصيد هذه الزلات وبالتالي يحاول أن يستثمرها ويحاول أن يبعد الآخرين عن استحقاقهم، فبالتالي كان يفترض تقديم شخصية عليها توافق وليس عليها أي جدل وبالتالي تمضي الأمور. يعني اليوم هذا التأخير كله
لا يصب في مصلحة الجماهير، والكثير من القوانين التي تهم المواطن العراقي وتهم المواطن السني معطلة، وبالتالي تنتظر انتخاب رئيس مجلس النواب. طيب سأعود لحضرتك بالاستفهام عن هذا الموضوع سيد علي، لكن هذه انتقالة إلى السيد عباس غدير عضو تيار الحكمة من بغداد عبر سكايب. نرحب بحضرتك مجددا سيد عباس، يعني حياك الله. سيد عباس، قد استمعت حضرتك إلى التفصيلات الأساسية والمهمة التي ذكرها ضيفي الكريمين والمحترمين، لكن أتساءل بخصوص أمر معين. إدارة البرلمان اليوم هي أشبه بأنها إدارة من قبل السيد المندلاوي، هل تجدون بأن هذه الإدارة كانت جيدة لتمرير بعض القوانين وإن كانت هذه القوانين غير استراتيجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للإسلامي وضيوف الأعزاء ومشاهدينا الأفراد. يعني أولا عقدة جيدة لرئاسة البرلمان هي للجميع، والبرلمان العراقي يفرض كثير من الاتفاقات من القوانين اللي يتم المواطن العراقي بشكل عام، كل العراقي لا يخص السني ولا الشيعي ولا الكردي، كل العراقي الآن يفرضون قرارات كثيرة متعلقة بانتخاب رئيس البرلمان. يعني للأسف الشديد هو التعقيد بالأساس هو اختلاف المكون السني فيما بين. اليوم المفروض كان على الإخوان بالكتل السنية أن تتفق على شخصية لها مقبولية وطنية كل الكتل السياسية سواء كانت الشيعية أو الكردية، حتمها للجميع بانتخاب رئاسة البرلمان. لكن للأسف الشديد الاختلاف والانقسام الحاصل داخل المكون السني يعني عطل إسراع بانتخاب رئاسة البرلمان، وخاصة يعني ما أتفق على الموظف العزيز أنه قدموا شخصية جدلية صارت عنها ضجيج إعلامي، فبالتالي ما كانت مقضية واضحة لدى هذه الشخصية وتعطى على هذا الأساس. والتقديم الطعن للمحكمة الاتحادية أيضا جاء من بيت السني، وأنا أتفق مع الضيف العزيز يعني شعور التقدم بشكل خاص شعلان الكريم لا ينبذي هذه الطريقة، ذهب مسرع إلى تقديم طعن للمحكمة الاتحادية حتى تكون لديه فرصة جديدة بتقديم أسماء ومرشحين جدد عنده تقبل أحد هذه الأسماء لباقي الكتل السياسي. وإذا لم يعني توافق الحكومة العراقية المحكمة الاتحادية على هذا الطعن، أعتقد أن حزب التقدم في حرج كبير جدا، وأعتقد بأن الجميع داعي لانتخاب شخصية غير شخصية شعلان الكريم. يعني يوم يخلى هذا المنصب شيء طبيعي يكون النائب الأول هو اللي يأخذ هذا الدور، هو اللي يقوم هذا الدور دور رئاسة البرلمان حتى تنفذ الأمور حتى تقر القوانين. وتعرفين جيدا يوم رئاسة البرلمان يعني الموجود أيضا النائب الكردي هو اللي يشهد مع سيد المندلة، وبالتالي القضية بالنسبة لمجلس النواب يجب أن تضي حتى وإن كان رئاسة البرلمان غير محسوبة. مثل ترى المحكمة الاتحادية بدل إذا ذهب الاتجاه قبول هذا الطعن أن أمام انتظار أسماء وشخصيات جديدة ستذهب من جديد إلى طاولة المداولة والحوارات والتفاهم والتوافق بين هذه الكتل السياسية للاتفاق على شخصية مقبولة من الجميع. أما إذا المحكمة الاتحادية رفضت هذا الأمر، أعتقد نحن فاعلين بالجولة الثانية من انتخاب رئيس البرلمان، وأعتقد أن الأمر سيكون باتجاه صحيح وليس آخر. طيب دكتور هاني، إن كان لديكم تعقيب بكل تأكيد، وأيضا أستفهم حول فرض أسماء جديدة، كم قد يؤثر أيضا على المشهد، وتحديدا بنقطة مهمة ذكرها السيد علي أن هنالك بعض الأسماء التي يجب التحذر لأنه هنالك من يتصيد هذه الزلات. الأسماء الجديدة طبعا تحالف تقدم هو قدم أسماء ولكن لم يقدمها للترشيح، وإنما ضمن مفاوضات بين الكتل السياسية، وكان السيد الحلبوسي قد طلب من تقدم أن يكون المشهد لدى تقدم هو الاتفاق بين كتلة تقدم بين جميع أعضائها على اختيار شخصية مناسبة دون أن يفرض هو الشخصية. ولكن حقيقة السيد الحلبوسي من الواضح أنه لا يريد مرشح لرئاسة البرلمان من الأنبار، هذا هو الواضح يعني، لذلك هو يرشح من محافظات أخرى، ويبدو أنه لديه قصدية في هذا المجال، وهو يريد أن يبقى شخصية رمزية في الأنبار وأن لا يؤخذ هذا الضوء الذي حوله إلى أي مرشح آخر من الأنبار. لذلك ما نقل عن سالم العيساوي كان لعبة حينها، وبث خبر في الفضائيات أنه انسحب والرجل كذب هذا الخبر. أعتقد الآن إذا تم ترشيح أسماء جديدة، هل من حق الكتل الأخرى أن ترشح أسماء جديدة؟ إذا ما تم الترشيح يعني مثلا
عزم ترشح اسم جديد والسيادة، وهو السيد سالم العيساوي مرشح السيادة، تقدم يرشح اسم جديد، هل الإطار سيرشح اسم جديد؟ إذا ما تم ذلك فمعناه حتى الجلسة الأولى تعتبر لاغية، يعني ندخل من جديد إلى ترشيح رئيس للبرلمان. نعم. وتدخل الكتل السياسية بمرشحين. نحن كما نعلم أن السيد محمود المشهداني كان تأييده من الإطار التنسيقي، بالضبط هم كان الداعمين له. السيد سالم العيساوي من تحالف السيادة وهو من الأنبار. أما مرشح السيد الحلبوسي من تقدم كان من صلاح الدين، والآن ألغي هذا. الآن هناك حديث عن أسماء جديدة. أنا أعتقد بعد قرار المحكمة الاتحادية غدا أو بعد غد، لا أعرف بالضبط، ربما تكون هناك مداولة أوسع، هذا سيجبر الكتل السياسية على مناقشة أسماء المرشحين. إذا ما أبطلت الجلسة الأولى وأبطلت الجلسة الثانية سنعود إلى نقطة الصفر، وهذا حقيقة سيؤخر الأمر كثيرا، ربما بعد رمضان، ربما بعد رمضان، لأن المرشحين سيجري تداول أسمائهم، ستتم المناقشات، ستعقد جلسة، ربما هذه الجلسة لا تكون مناسبة، ربما لا يكتمل فيها النصاب كما حدث على سبيل المثال الجلسة الأولى التي فاز فيها شعلان الكريم بأعلى الأصوات، كانت 314 نائب، بالضبط. الجلسة الثانية 232. لا يوجد ضمان كامل من سيدخل الجلسة، إضافة إلى أن هناك أزمات موجودة، يعني هناك أزمة الآن بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين الاتحاد الوطني وبين الإطار التنسيقي بسبب قضية الرواتب، ربما تنعكس هذه، تنعكس ولا تمرر جلسة على سبيل المثال بشكل كامل. في المشهد السياسي العراقي حقيقة لدينا إشكالات وربما انتهاز فرص لتحقيق إخفاق في جانب معين أو تحقيق نجاح في جانب معين، ولكن ذلك كله يجري في إطار صفقات تدور خلف الكواليس. صفقات خلف الكواليس وهذه المؤثرات، وإن استطعنا القول التفاصيل الصغيرة هي من تصنع الحدث الكبير. أكيد أكيد. وبالتالي يمكن الحدث الكبير يكون أن لا تعقد جلسة حتى لو حسم الموضوع بأن الجلسة الأولى ربما هي باطلة. ربما. لكن هذا من جانب تحدي، وتحدي آخر إن كان المقعد خاص بالمكون السني، لكن لا مرور الكرام إلا بتوافق من قبل الأطراف الأخرى، كأن تكون الإطار التنسيقي وما شابه ذلك. كم من الممكن أن تضغط هذه الأطراف على المكون السني؟ هي تستطيع أن تضغط حقيقة في إطار تفاهمات أو صفقات لسبب بسيط. أولا أن أكثر عدد من النواب هم من الإطار التنسيقي، يعني إذا انسحبوا من جلسة أو امتنعوا عن التصويت أو صوتوا بشكل مخالف للاتفاق الذي يجري بين المكون السني والإطار التنسيقي، هذا سيسبب إشكالية. ولكن أنا أعتقد حتى هذه اللحظة الجميع متفق على تمرير هذه القضية وأن يأتي رئيس برلمان لسبب بسيط. أمامنا انتخابات كردستان، أمامنا تهيئة للانتخابات المقبلة، أمامنا تغيير المفوضية التي تنتهي أعتقد في الشهر الرابع، ولا بد من تغيير مفوضية الانتخابات كي تهيئ للانتخابات المقبلة، إضافة إلى مجموعة من القوانين المهمة التي تخص الشعب العراقي. هناك عندما أقول مئات القوانين، مئات القوانين موجودة في الأدراج لم تناقش، نوقشت مرة واحدة، تحتاج إلى مناقشات أخرى، هناك قوانين ما زالت في اللجان. هذا التأخير حقيقة سيسبب مشكلة وعدم ثقة بالنظام السياسي في العراق، وعدم ثقة في البرلمان العراقي، ما يهدد وضعية البرلمان ووضعية النواب. طيب. ووضعية الكتل السياسية التي تمثل البرلمان. لذلك أنا أعتقد ستمرر وتجري مناقشات، وهناك أسماء يعني حسب المتداول وراء الكواليس هناك أسماء جاهزة يمكن الاتفاق عليها والدخول في جلسة، ولكن ما ستقرره المحكمة الاتحادية
هو الذي سيرسم المشهد المقبل. لطالما كانت المحكمة الاتحادية هي من تهندس هذا الوضع وتضبط إيقاعه. سيد علي، بالحديث أن السيد الحلبوسي نجزم بأنه قد يريد أن يحتفظ بمنصبه الرمزي في الأنبار وما شابه ذلك بعدم اختيار شخصية من الأنبار، إن كنا وضعنا هذا السيناريو محل ربما حق ورأي، هل يمكن أن نجد شخصية أخرى من غير الأنبار قد هي من تتسم وتحصل على مطرقة البرلمان؟ طبعا بالتأكيد، هو أولا يجب أن يحل إشكال المرشح البديل باعتبار أنه السيد شعلان الكريم أصبح عليه جدلية، فبالتالي إذا كان هناك مجال لطرح بديل برأيي يعني من ضمن نواب الأنبار، بصراحة لا أعتقد سيتم ترشيح أحد من الأنبار، وموضوعة الهيمنة على الأنبار بالتالي هو حاليا شبه مهيمن على الأنبار باعتبار أنه مجلس المحافظة والمحافظ والجميع من حزب تقدم، وبالتالي تم يعني عدم إعطاء فرصة للأعضاء الآخرين اللي هم تعدادهم 5 وكونوا كتلة أسماها بكتلة استقرار، فبالتالي الأنبار مغلقة بشكل تام لحزب تقدم أو تم السيطرة عليه بشكل تام. من الأسماء البديلة والأسماء اللي مطروحة يعني في الخفاء كمرشحين بدلاء وكمرشحين عليهم توافق وليس عليهم جدلية، لا أعتقد هناك أحد من الأنبار، فبالتالي لو كان هناك فرصة لاستبدال الشيخ شعلان الكريم بمرشح آخر لن يكون المرشح برأيي من الأنبار، سيكون إما من بغداد أو من نينوى، هناك يعني اسمين يعني هما عليهم تقريبا الاتفاق أن يمرروا في حال تم السماح باستبدال المرشح لرئاسة البرلمان. المشكلة الحاصلة حاليا هي أنه المعادلة السياسية وشكل التوافقات كلها تغيرت بعد تكوين مجالس المحافظات، كما يعني تعلمون أنه الانتخابات التي جرت والتي أفرزت المحافظين ورئيس مجلس المحافظة في الأنبار وفي صلاح الدين والمشكلة الحالية في ديالة وحتى في نينوى والإشكالية لحد الآن في كركوك، هذه أفرزت تحالفات جديدة، وحتى في بغداد يعني لو نشوف شكل الاستحقاق السني في بغداد تقدم خارج الحسابات، هذا يعني بالتالي السيادة وعزم وحسم ذهبت في تكوين كتلة واحدة وبالتالي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة في بغداد، فبالتالي هذا يعني يعقد المشهد أكثر، يعني اليوم المشهد معقد بشكل كبير، وبالتالي هذا التعقيد سينعكس على تسمية بديل السيد شعلان الكريم في حال تم إلغاء جلسة انتخاب رئيس البديل التي أثارت جدلا واسعا. سيد علي، هل من الممكن أن تحدث ربما مساومة في هذا الموضوع ما بين أنه الحصول على بعض المناصب في انتخابات مجالس المحافظات أو المحافظات الموجودة مقابل مرشح يكون لرئاسة البرلمان، هل يمكن التداول بهذه الأسماء بهذه الطريقة أيضا؟ يعني بالتأكيد يعني التفاوضات وشكل التحالفات يعني كله يدخل في الحسابات، لكن يعني لم تتبقى محافظات لم يحسم موضوعها سوى يعني بالنسبة للسنة يعني سوى ديالة وكركوك، فبالتالي حاليا الجدل في ديالة وأيضا في كركوك وشكل مجلس المحافظة وشكل انتخاب المحافظ ونائب المحافظ نواب المحافظ ونائب رئيس المجلس، كل هذه تدخل ضمن الحسابات، لكن أنا أعتقد أنه المنصب رئيس البرلمان أكبر بكثير من هذه التوافقات ومن هذا التوزيع للمناصب في مجالس المحافظات. أنا برأيي أنه يعني قرار المحكمة الاتحادية سيفرز شكل توافقات جديد للبيت السني، يعني غير شكل الكتل السابقة، يعني سنشهد تكتل جديد وقد يكون هناك يعني كتلة أكبر سنياً كما كانت في السابق القيادة، ولكنها لن تشبه القيادة، يعني برأيي ما جرى في مجلس محافظة الأنبار ما الذي قد تختلف به عن القيادة؟
يعني في السابق كانت القيادة عبارة عن السيادة وتقدم، نعم. لكن ما جرى في مجلس محافظة بغداد وذهبت السيادة باتجاه التحالف مع عزم وحسم، وبالتالي تم انتخاب رئيس مجلس محافظة من كتلة عزم، فبالتالي هذا يؤشر إلى أنه شكل التحالفات الاستراتيجية والزواج الكاثوليكي الذي كان بين السيادة وتقدم قد يكون وصل إلى طريق مسدود. فبالتالي أيضا مع حظوظ السيد سالم العيساوي التي ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الجدل الذي حصل على السيد شعلان الكريم، بالتالي هناك قد تكون هناك طموحات سياسية للوصول إلى هذا المنصب، وبالتالي التحالف مع الكتل السنية الباقية، وبالتالي يعني تكوين كتلة أكبر وجمع أكبر عدد من الأصوات، وبالتالي الدخول بها إلى انتخابات بديل السيد الحلبوسي. واضح. سيد عباس، بالحديث عن أبرز القوانين ربما والمهمة وهي استراتيجية معطلة حتى الآن، لو تلخصها لنا فماذا ستكون؟ تفضل. يعني قبل القوانين ستنمين. نعم. إطار التنسيق إجابة على كلام الأخ الضيفي العزيز. إطار التنسيق يعني لم يدعم مرشح معين. سيد المشهداني كان طرف داخل إطار التنسيق بعد انتخاب السيد المشهداني. لم يكن هناك توافق واتفاق بين الكتل السياسية والأحزاب السياسية اللي هي داخل إطار التنسيق على مرشح بينه، ولا لو كان متفق إطار التنسيق إلى فاز المرشح اللي يتفق عليه من الجولة الأولى. المشكلة الآن مشكلة رئاسة البرلمان هي مشكلة سنية بحتة. الملعب في الكرة في ملعب البيت السني. يوم البيت السني إذا اتفق على شخصية، هذه الشخصية تكون لها مقبولية وطنية لدى الأطراف الأخرى. يعني ما أعتقد يعني راح الأطراف ترفض هذا المرشح. بالعكس راح ينحرجون من ترشيح البيت السني بمرشح واحد. هو الآن منتسبين الاسم شديد في بابينهم. إلى الآن طيلة الفترة الماضية منذ قرار المحكمة الاتحادية اللي ألغى عضوية السيد الحلبوسي، وإلى الآن والسنة متشابهين فيما بينهم والانقسامات يعني على قدم وساق. وهذا ما شاهدناه مثل ما ذكرت الوضع العزيز، ما شاهدناه في التحالفات الأخيرة من جالس محافظات. لأول مرة حزب تقدم خارج هذه الحسابات. اليوم إذا ما اتفقت الكتل السياسية على شخصية معروفة يعني مقبولة وطنية، أعتقد الكتل السياسية تقوم بانتخاب هذه الشخصية. لكن أنا أعتقد حقيقة التحالفات الأخيرة وخاصة يعني في بغداد وانزواء يعني السيادة والعزي وباقي الكتل السياسية دائما واحد، هاي ممكن تعطي إيحاء وممكن أن تعطي مؤشر على الكتل السياسية ذاهبة بتحالف جديد قد يدعم المرشح في حال من المحكمة الاتحادية رفضت الجلسة الأولى. فبالتالي ما راح يكون هناك أي يعني نسبة نجاح لمرشح حزب التقدم. إجابة على سؤال، كثير من القوانين حتى قانون المخابرات، قانون الأمن الوطني، كثير من القوانين المهمة، قانون العفو العام، هذه القوانين تخص المواطن العراقي اللي ما تخص طائفة بعينها، ما تخص قومية بعينها. هذه القوانين معطلة للأسف الشديد يعني على رفوف مجلس النواب منذ زمن طويل. فبالتالي كل هذا ما راح تنحسب إذا ما كان رئيس برلمان مقبول من الكتل السياسي حتى يسهل عملية التفاوض والتفاهم معه والاتفاق على القوانين اللي ممكن تحقق نجاح المواطن العراقي. طيب سيد عباس، ماذا لو كان هنالك تحالفات جديدة كما يقول السيد علي بأنه قد تنبثق بسبب هذه ربما قد نقول أنه تطور في المشهد السياسي العراقي لكون انتخابات مجالس محافظات وهنالك الكثير أيضا من التوافقات الجديدة والتغيرات أيضا، كان هنالك تحالفات جديدة للمكون السني مثلا، هل سيكون الإطار التنسيقي يجد أن هذا الموضوع طبيعي وذات مقبولية أم قد يؤثر عليه سياسيا؟ يعني الإطار التنسيقي مع التوافق اللي يعني اللي دار وصار طيلة الفترة الماضية، تعرفين اليوم اللي هذا المنصب خاص بالأخوة الطائفة السنية الكريمة طيلة هذه الفترة، يعني كان اتفاقات نتيجة لمراسة البرنامج المكون السني شريطة أن يكون هناك شرطين أساسيين في هذه المنصب. أولا يكون الأغلبية المتحقق في عدد مقاعد النواب الممثل للبيت السني، واثنين أن يكون الشخصية إلى مقبولية وطنية لدى الكتل السياسية والطوائف الأخرى. اليوم الإطار التنسيقي مع هذه التوافقات اليوم قال إخوان الأغلبية الساحقة والأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب السني إذا تدخل على شخصية عندها مقبولية، أعتقد الإطار التنسيقي داخل مع هذا الاتفاق أي كتلة سياسية أي تحالف سياسي حقق 50 زائد واحد الإطار التنسيقي سيكون مع هذا المرشح، سواء كان هذا المرشح من عزيم من السيادة من أي كتلة سياسية سنية تحقق الأغلبية
ويكون هي قادرة على أن تجلب 50+1 من عدد أعضاء البرلمان البيت السني الإطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى مع هذا الاتفاق، على اعتبار أن هذا الاتفاق ماضي وسار عليه منذ 2005 إلى الآن. ما شروط المقبولية السياسية سيد عباس؟ يعني 600 متعرفين اليوم، احنا ما بدنا مرشح جدلي، مرشح تاريخ اسود، مرشح يعني كثير عليه من التفاصيل، مرشح يعني يوم يكون رئيس برلمان ينسلخ من حزبه من طائفته يكون هو رئيس برلمان لكل العراقي، ليس لكل سياسي ولا لطائفه بعينها، هذا يعني ابسط ما يمكن ان تكون متحققه في المرشح لرئاسه البرلمان. طيب دكتور هاني، يعني بالتأكيد أيضا لديكم تعقيب بهذا الموضوع فنتشرف بالاستماع إليه، وأيضا حول التحالفات الجديدة، يعني هذه النقطة ربما أشبه بالمهمة، إن كان هنالك انبثاق لتحالف جديد كم سيغير هذا المشهد؟ ربما أشار خلال حديثهم الزملاء في أحاديثهم الآن في بغداد، يعني انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد ظهر بشكل واضح، وقد أشار إليه بشكل واضح، أن هناك تقارب بين السيادة وعزم. وحقيقة نحن نعرف تماما أن عزم كان هو كتلة واحدة انشق إلى كتلتين، 12 نائب ذهبوا عزم والبقية بقوا سيادة، أطلقوا على أنفسهم السيادة برئاسة خميس خنجر وهذه المجموعة برئاسة مثنى السامرائي. نعم. هذه المجموعة حقيقة قادرة على أن ترشح رئيس برلمان بنفس الطريقة والأسلوب الذي تم بانتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد. المسألة الثانية، هناك أمور شيء يتعلق بشيء آخر، يعني أعتقد أن تقدم كان حريص جدا أن يسيطر على الأنبار بالكامل، وجاء السيد الحلبوسي بمدير مكتبه وجعله محافظا للأنبار، رغم أنه ليس له تاريخ قديم، يعني هو أهم وظيفة شغلها بحياته مدير مكتب الحلبوسي. المسألة الثانية في العلاقات السياسية العراقية، بوضوح نستطيع أن نكتشف كيف تتبدل المواقف في لحظات. يعني أضرب مثل على ذلك، الآن هناك أزمة في كركوك، نعم، في انتخاب المحافظ بالضبط، وهناك أزمة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي حول الرواتب فعلا. يعني الاتحاد الوطني موافق، هذه تنعكس، يعني لن يتفق الاتحاد الوطني والديمقراطي الآن على محافظ لكركوك. لذلك جاء مقترح من رئاسة الوزراء حول حل هذه الأزمة. كذلك في ديالة على سبيل المثال، الموقف السني واضح في ديالة أنه هذا الشخص مرشحنا لمحافظ أو رئيس. الإشكالية الآن في الإطار التنسيقي، نعم، في اختيار محافظ ديالة، لحد الآن 3 يرشحون ويلغى ترشيحهم بسبب العمر أو بسبب محافظ سابق كان وغير ناجح. هذه الصفقات حقيقة نحن ليس لدينا منظومة سياسية محكمة تستطيع أن تغير، وإلا برلمان عراقي يعني من 3 شهور إحنا حائرين منو رئيس البرلمان، وحائرين ننتظر المكون السني يحل الأزمة، وإذا المكون السني حل الأزمة وانتخب لازم يرضون الإطار التنسيقي حتى يصوتوا له بالبرلمان، لأن يحتاج 166 صوت حتى بالبرلمان يصوتوا له، لازم راضين عليه الإطار التنسيقي. إضافة إلى ذلك الأخوة الكرد، الاتحاد الوطني قريب جدا من الإطار التنسيقي، يعني ربما يكونون رأي واحد إزاء أي مرشح. يضاف إلى ذلك أحيانا المرشح بمجرد أن يظهر اسمه تظهر ملفات، مثل ما كان شعلان الكري نائب لثلاث دورات لم يطرح أحد هذا الملف، ولكن عندما ظهر اسمه كرئيس برلمان ظهر هذا الملف، ربما شخص آخر أيضا يظهر عليه مثل هذا الملف. وقديما يعني وحدث فعلا السيد أبو مازن أحمد الجفوري بالضبط بالضبط أيضا طلع ملف ملفات فساد وغيره، رغم أنه نائب أيضا كان حتى سبب. قبل فترة الأخ خالد العبيدي يعني انطرح اسمه، وكان ضمن الآراء أنه هو لما كان وزير دفاع
أقاله البرلمان بتهمة فساد. يعني أيضا هذا المنصب يكشف؟ طبعا بكل تأكيد، بكل تأكيد، بمجرد أن يظهر الاسم تظهر الملفات. إذا ما ظهرت الملفات سندخل أزمة جديدة إضافة إلى الأزمات الموجودة. أعتقد قضية اختيار رئيس البرلمان أخذت وقت كافي خلال شهرين، واستراحة كافية وحوارات كافية، والآن ليس أمام الكتل السياسية إلا أن تقترب من شعبها، من الشعب العراقي ومن النواب الذين يمثلون الشعب، لاختيار رئيس برلمان. ونحن نعرف أن هناك لغط كبير، أن القوانين تأخرت، رئيس مجلس النواب الآن هو نائب ولا يجوز لهذه المدة، ويوميا تظهر لدينا إشكالية جديدة. الآن لدينا تقريبا عام، إحنا يعني رئيس البرلمان حقيقة اللي يجي راح يظل سنة، من ضمنها شهرين عطلة، يعني عطلة تشريعية، يعني ما راح يستطيع أن يقدم شيء كبير سوى ما يهيئ للمرحلة. كم تحدي يواجه رئيس البرلمان القادم؟ أنا أعتقد رئيس البرلمان المقبل إذا جاء بالاتفاق جزء من الكتل السياسية التي ستصوت له ستدعمه من أجل أن ينجح، من أجل أن يهيئ لمرحلة مقبلة. 2025 بدايتها سنحدد موعد الانتخابات، ستبدأ دعاية انتخابية، وعلى طريقتنا العراقية للانتخابات شهر السابع نبدأ شهر الواحد بالدعاية الانتخابية والعلاقات. هاي حقيقة الجميع يدرك تماما أن هذه الأزمة إذا لم تحل بسرعة ستؤثر مستقبلا على قضايا كثيرة، ليس فقط القوانين، ربما هدم العملية السياسية، يعني ربما هدم العملية السياسية وفقدان شرعية البرلمان، وهذا ما لا يقبله طبعا أعضاء البرلمان. بالتأكيد. دكتور هاني عاشور الباحث في الشأن السياسي، تشرفت بالحديث مع حضرتك. شكرا على هذه التفصيلات المهمة، كما تشرفت بالحديث مع السيد علي نجدي المحلل السياسي، شكرا على هذه التفصيلات المهمة، وأيضا تشرفت بالحديث مع السيد عباس غدير عضو تيار الحكمة كان معنا عبر سكايب من بغداد، شكرا لحضرتك أيضا سيد عباس، وشكر موصول لحضراتكم أينما كنتم، دمتم بأمان الله وحفظه.